تفضل يا باشا. مع المزيد تفضل. بسم الله. اخوان تفضلوا بالجلوس. تفضل يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يسعدني باسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب والوفد السعودي أن نقدر الجهود التي بذلها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ونقدر الحضور الكريم من معالي الوزراء وأعضاء الوفود الكريمة، ونقدر الجهود التي بذلها رئيس المكتب التنفيذي ومعالي مساعد الأمين العام ورؤساء اللجان الفنية والشبابية والرياضية المعاونة، والتي أثمرت ولله الحمد عن نتائج مميزة لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لعل كان من أبرزها كثير من الأمور واعتماد كثير من المناشط الخاصة بالشباب وللشباب. فالحقيقة المجلس حرص على التواصل مع الشباب بأساليب التواصل الاجتماعي التي يحبذها الشباب مثل تويتر وفيسبوك، ومن خلال توثيق جميع برامج مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقامة في الدول والموجهة للشباب العربي من خلال اليوتيوب. والحقيقة هذه الخطوة سعدت الحقيقة أني وجدت تجاوب من المجلس عندما طرحتها، لأنه الجميع يعي أنه هذه البرامج إذا لم نستمع لرأي الشباب وما هي مرياتهم حولها، لعل ما يكون هناك نفس النتائج والثمرة المرجوة. أيضا تم اعتماد الكثير من القرارات الخاصة بتنفيذ دورات على مختلف المجالات في جميع الدول العربية، لكي تكون إن شاء الله هناك اهتمام بالمناشط الشبابية والرياضية. ولعل لتعزيز هذا الأمر طلب وتم الموافقة من جميع الدول العربية على إنشاء لجان للإعلام الشبابي، المقصود بالإعلام الشبابي أي الخاص بأمور الشباب الغير رياضية، وطلب من كل دولة إنشاء هذه اللجنة أو هذا الهيكل الإداري، على أن في المستقبل القريب إن شاء الله يعمل اتحاد للإعلام الشبابي على المستوى العربي، ويكون ذلك لتركيز الجهود لما فيه إن شاء الله نشر ما يقدم للشباب، وأيضا يكون في مجال أكبر للاستماع إلى متطلباتهم ورغباتهم. الحقيقة أيضا هناك كثير من الأمور التي تم تداولها على جدول الأعمال في مختلف المجالات. هناك أيضا كثير من المسائل التي ستظهر في بيان تفصيلي لكل دولة، ما هو نشاط شبابي أو نشاط رياضي ودعم المجلس لهذا النشاط. والحقيقة أيضا تم الموافقة على أن يكون بناء على طلب الدول أن يكون إن شاء الله العام القادم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دولة لبنان، وفي السنة التي تليها في دولة العراق. هناك الحقيقة أيضا حدث مؤلم، وهو إقامة إسرائيل لماراثون عالمي وأسمته مع الأسف ماراثون القدس أو ماراثون أورشليم. فالحقيقة كان هناك استياء كامل من هذا الأمر، واستياء أيضا من الشركة الراعية لهذا الحدث وهي شركة أديداس الرياضية. فبناء عليه اتخذ وزراء الشباب والرياضة العرب قرارا واضحا بالطلب من الأعضاء مقاطعة الشركات الرياضية الداعمة لهذا الماراثون في إسرائيل، وبالذات شركة أديداس، وطلب من جميع الدول الأعضاء العربية في تنظيم ماراثون بنفس اليوم بمسمى القدس لنا، وتم الموافقة على هذا الأمر. وأيضا سيتخذ مشكورا رئيس المكتب التنفيذي خطوات في مخاطبات مع سواء الشركات الراعية أو غيرها لتبيان
الاستياء من هذا التصرف واستغلال هذا الأمر فيما لا نرضاه أبدا كعرب، وفيما إن شاء الله يعني يكون فيه ردع لمثل هذا التجرؤ وهذه الخطوات على شبابنا العربي وعلى القدس خاصة. هناك أيضا قرارات خاصة بتفعيل دور المنشطات وعمل اللازم للحد منها، وتم موافقة جميع الدول الأعضاء على هذه القرارات. وأيضا هناك تصور كان لآلية عمل اللجان وبعض التغييرات في بعض الأمور حسب ما تسمح فيه الأنظمة. والحقيقة أيضا رؤي أن جميع المناشط الشبابية تكون في هذا العام تحت شعار جميل اسمه شبابنا ثروتنا، فستكون جميع الأنشطة الشبابية المقامة في الدول العربية تحت هذا المسمى شبابنا ثروتنا. الحقيقة يعني أكتفي بهذا القدر لإيضاح بعض ما تم في هذا اللقاء وهذا الاجتماع لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. وأكرر شكري العميق لجميع معالي الوزراء ولوفودهم الكريمة لحضورهم في المملكة العربية السعودية. إذا كان هناك أي سؤال من الأخوة الصحفيين أهلا وسهلا. الميكروفون. السلام عليكم، مساك بالخير سمو الأمير، مساء الخير معالي الوزير. أنا محمد الغامدي من وكالة الأنباء السعودية. سمو الأمير، أود أن أبارك لكم ترأس هذا الاجتماع. في من الموضوعات المدرجة من المؤقت اللي هو موضوع التسويق للنشاطات الرياضية، هل تم في فكرة إنشاء صندوق مالي لدعم النشاطات الرياضية، وما هو دور الجامعة العربية تحديدا في هذا الموضوع؟ حقيقة هناك صندوق قائم في المجلس ويدعم من جميع دول الأعضاء بنسب متفاوتة من وجميع النشاطات الشبابية والرياضية التي تقام ويقرها المجلس تدعم من خلال هذا الصندوق، والصندوق موجود ويقدم دعم مميز لجميع الدول الأعضاء. تفضل. عماد علان، صحيفتي هي هو الرياضية. طبعا سموك معظم المحاور التي دارت حولها هذه الاجتماعات تتعلق بدعم مستوى الشباب في المستوى على في شتى جميع الدول العربية. نحب نعرف بس من سموك أين موقع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الدعم؟ أولا موقعهم في القلوب قبل القرارات، ولكن مهما قدمنا الحقيقة لن فيهم حقهم. وفيما يخص يعني أنا يمكن بذكر لك اللي أنا متأكد منه، المملكة العربية السعودية أقمنا الكثير من المناشط الخاصة بالأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في مسابقات، والحمد لله خير من شرفنا هم الحقيقة منتخبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالذات في كرة القدم حققوا كأس العالم مرتين على التوالي، وفي الألعاب المختلفة حققوا ميداليات على المستوى الدولي والعالمي. فيما يخص الدول العربية أنا متأكد الجميع يقوم بجهد كبير جدا لهم، وأيضا على مستوى راحتهم ففي الملاعب السعودية هناك أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتكون تلبي إن شاء الله احتياجاتهم. هناك خطوات بدأت وهناك تعميم سيكون إن شاء الله في جميع المرافق الرياضية. أنا أتحدث عن المملكة لأني أعرف التفاصيل، ولكن متفائل أن جميع الدول العربية تقوم بمثل هذا النشاط وأفضل إن شاء الله. شكرا لكم. أسبوع الأخاء العربي حسب مع الوزير إن شاء الله يتضمن أيضا نشاطات عن المعاقين. سمو الأمير، معك ريما عبد الله من إذاعة ميكس اف ام ومن صحيفة هي وهو الرياضية. طرقت سمو الأمير طبعا بما أن احنا من فئة النساء دائما نحاول أن نسلط الضوء على المرأة خاصة، فطرقت سمو الأمير على موضوع هذا شعار اللي هو شبابنا ثروتنا. هل هذا الشعار خاص فقط بالرجال، ولا أنه بيكون إن شاء الله للمرأة لها دور وخاصة المرأة السعودية؟ بالنسبة للشباب المقصود فيه لا شك أنه الشباب من الجنسين، فثروتنا هي بشباب أمتنا العربية والإسلامية،
وإن شاء الله الذي نرجو أن يكون فيهم إن شاء الله الخير والصلاح بإذن الله. بالنسبة لباقي المناشط الخاصة بالمرأة، الحقيقة فيما يقدم في الدول العربية واضح في القرارات التي صدرت، النشاطات التي تقدم الحقيقة في المملكة العربية السعودية كما تعلمين وكما يعلم الأخوان لنا خصوصيتنا في هذا المجال، وأي نشاط يقام في إطار محافظ يكون يعني بحضور نسائي كامل، ليس فيه أي يعني في أي أحد غير النساء، ممكن أنه يدرس ويعمل بالشكل الذي يضمن في هذا الأمر، أما غير ذلك فالحقيقة يجب أن يعرض على أهل إن شاء الله المشورة والرأي ليعطوا الرأي في هذا. ما عدا ذلك من مشاركات، يمكن يعني ألمح من سؤالك على المشاركات الخارجية، فأنا أوضحت في السابق على هذه المسألة. طبعا أنا أتحدث الآن على مستوى المملكة العربية السعودية، لا أتحدث عن الدول العربية. فيما يخص المشاركات الخارجية، الحقيقة أوضحنا أنه المملكة لها فوق 20 سنة وهي تتلقى طلبات مختلفة من سواء اللجنة الأولمبية الدولية أو من غيره من الاتحادات الدولية والجهات الخاصة بالرياضة، ولكن الحقيقة نظرا أولا لعدم وجود نشاط يخص رياضة المرأة في السابق، ولم يكن الحقيقة هناك أي توجه في هذا الشأن. الآن أنا وجدت كثير من الناس وجه الحديث سواء لشخصي أو لقطاع الرئاسة أن هي من تبنى هذا الأمر، لا الحقيقة هذا غير صحيح. هو الحقيقة الآن هناك مئات لم يكن آلاف من النساء يمارسن الرياضة سواء في مراكز خاصة مقامة في غير عن طريق رعاية الشباب داخلية أو فيما يقام في الجامعات والمدارس سواء في الداخل أو في الخارج. فالرياضة النسائية موجودة، رعاية الشباب ليس لها أي علاقة كانت في هذا الموضوع. بالنسبة للمشاركات الخارجية، نحن لم نتبنى ولن نتبنى أي مشاركة في الوقت الحاضر، ولكن أنا كنت واضح وصريح لو أعيد كلامي، أنا قلت إذا كان هناك رغبة من بعض الأخوات من الدارسات في الخارج أو من في حكمهم للذهاب للمشاركة في أولمبياد لندن، فاللي نقدر نقوم فيه أن نعين ونعاون بحيث أن نضمن المشاركة تكون بالإطار المناسب واللائق والذي يتفق مع شريعتنا الإسلامية اللي هي بناء على رغبتها هي وليس تبني من أي جهة كانت. أتمنى يكون هذا الكلام واضح ومفهوم لليوم والمستقبل. والمملكة العربية السعودية كدولة شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وشرفها الله بخدمة المسلمين في كل مكان، وكما نعرف جميعا اختص سيدي خادم الحرمين الشريفين نفسه بلقب خادم الحرمين الشريفين، وهذا نهج الشعب السعودي هو خدمة الحرمين الشريفين. فلا يمكن دولة مثل هذه الدولة تقبل بشيء فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن عندما لأي قطاع من القطاعات يكون هناك حدث لابد التعامل مع هذا الحدث، وهذا ما تم في هذا المجال. تم التعامل مع الطلبات التي قدمت بأن نرغب أنها تشارك بأفضل صورة ممكنة. الغرض لو رفضنا مشاركتها أيضا ستشارك، لكن الفرق أن ستشارك مع إيقاف للجنة الأولمبية السعودية. فبعد دراسة هذا الأمر من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة فوق 13 جهة تقريبا، وبعد أخذ مشورة من وأنا على تشرفني أنني على تواصل دائما مع سماحة المفتي ومع مشايخنا الأجلاء في كل شأن من الشؤون ليس هذا فقط، والحقيقة أطلعتهم على كل الأمور ونصحوا، وخير ما ينصحونهم ونصحوا بأمور كثير لتجنبها، ونحن في سعي إن شاء الله لتجنب أي شيء فيه مساس بالمرأة السعودية سواء في هذه المشاركة أو في غيرها. ولكن أيضا نحن كمسؤولين عندما يأتينا حدث لابد التعامل معه. أنا آسف أني أسهبت في هذه النقطة، لكن لأنها وجدت فرصة لإيضاح أن خلاصة ما قلته كله أنه الرئاسة العامة واللجنة الأولمبية السعودية هي تتعامل مع أي حدث ولا تتبنى.
الشيء الآخر الحقيقة اللي أحب أشيد فيه في نهاية كلمتي هي الجهود المقدرة التي بذلها معالي أخي رئيس المكتب التنفيذي ومعالي مساعد الأمين العام في الحقيقة ليس فقط أمس واليوم بل في جميع الفترات الماضية لكي يظهر إن شاء الله هذه القرارات بما يكفل إن شاء الله نجاحها بإذن الله. الحقيقة أترك الكلمة لرئيس المكتب للإجابة عن أي أسئلة قادمة وإيضاح بعض الأمور وأيضا لمعالي مساعد الأمين العام. شكرا لكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نال شرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في ظل قيادة حكيمة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن عبد العزيز ورعاية جامعة الدول العربية الأمين العام والأمين العام المساعد الأستاذ دكتور سيما بحوث. هذا العمل الذي نرجو منه رعاية الله سبحانه وتعالى ثم أن نرضي شبابنا في كل دولنا العربية وهم كما قلت اليوم في كلمتي هم زمامهم اليوم في أيدينا وزمامنا غدا في أيديهم فنعمل سويا إن شاء الله أن يكونوا خير قدوة لقيادة وطننا في الفترات المقبلة بإذن الله مع استفادتهم من الخبرات الموجودة لدى العمل على صعيد الشباب وصعيد الرياضة. ومستعد لأي إجابة تحت أمركم. تفضل. عبد الله الراشد روتانا خليجية برنامج كورة. في نقطة معينة بخصوص العام المشي من إسرائيل وهو السباق الإسرائيلي. شكرا. النقطة اللي هي مقاطعة الشركات كشركة أديداس اسمتها هذه المقاطعة للمنتخبات فقط أم للأندية وكل نادي عربي تحت مظلة الاتحاد العربي؟ شكرا طلاب. السؤال وجيه وأجمع السادة وزراء الشباب والرياضة العرب على التوصية بمقاطعة كل الشركات العاملة في هذا الماراثون لأنه يدعي خطأ العدو الإسرائيلي أن القدس أو أورشليم هي كيانه أو عاصمته وهذا يجعلنا جميعا نقاطع مثل هذا الحدث بل أقر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بناء على توصية من المكتب التنفيذي أن يتم نشاط ماراثون في جميع البلدان العربية في نفس التوقيت مع التأكيد على دعوة الإعلام الرياضي والإعلام الموجود داخل هذه الدول لتغطية هذا الحدث تحت شعار القدس لنا ليكون خير إجابة عن هذا. أما فيما يختص بمقاطعة الشركات التي ترعى هذا المؤتمر أقر صاحب السمو ومجلس الوزراء أن يتم استهجان واستنكار تام لكل الشركات وخاصة الشركة المعلنة شركة أديداس التي رعت الماراثون الماضي ومقاطعة من كل الدول. هناء العلوني من صحيفة الرياضي. من الملاحظ أن القيادة العربية جميع كان خطاباتها الأخيرة التركيز على الشباب وأنتم تعتبروا الجهة التنفيذية كوزراء للرياضة والشباب العرب، هل تغيرت البرامج المعدة في السنوات السابقة لبرامج جديدة تواكب لغة الشباب الحديثة تحديدا لغة الحوار وهو الملاحظ في جميع تصريحات معالي الوزراء، هل تغيرت هذه البرامج لتواكب الفكر الشباب المتغير من العام الماضي إلى هذا العام؟ يعني هو كلمة صاحب السمو الملكي الأمير نواف عن هذا الموضوع ونعطي الحق لأصحابه. عملية التواصل مع الشباب كانت فكرة من سموه وعمل المواقع واستخدام اللغة التي يتعاملون بها واستخدام المواقع التي يرتدونها منتديات الشباب أو مواقع تويتر أو الفيسبوك أو مواقع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، هذه اللغة هي الأسهل للوصول إليهم بالإضافة إلى إعطائهم الخبرات الخاصة بالقائمين على هذا العمل والأخذ بآرائهم فيما يتعلق بما يريدوه كمستفيدين من البرامج والخبرات، وهذه اللغة هي التي ممكن أن توصلنا إلى حوار مشترك فيه الفائدة والعائد على بلادنا بإذن الله. من الممكن جدا عبر هذه المواقع. أحب أذكركم
بالاستضافه شاب وشابه. ايوه فاهم. انا كنت يعني هو في مهم جدا ان اللجنه الفنيه الرياضيه واللجنه الفنيه الشبابيه سيستضيفوا مجموعه من الشباب شابات وشبان لاعمالهم، ثم يتم تصعيد منهم من يحضر فعاليات مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب كنوع من انواع التواصل بينهم وبين اقرنائهم من جانب، وبينهم وبين قادتهم في من جانب اخر. وهذا سبق. اشكركم. السلام عليكم. احمد المرزوقي من صحيفه هي وهو الرياضيه. معلش بنرجع لموضوع المقاطعه واسرائيل لان الموضوع مستفز شوي. يعني نقدر نقول ملينا من موضوع الشجب والاستنكار، ليش ما يكون في قرار مثلا يجمع عليه ويرفع للجنه الدوليه بمطالبه تغيير المسمى؟ اليس من حق اللجان العربيه مثلا كون احد انتهك او استخدم الاسم انه يرفع قرار او اجتماع ويرفع يعني منع او رفض لهذا التسميه؟ ومعليش ما هي اليه المقاطعه لشركه ايدياس خاصه؟ هو المقاطعه الماراثون الذي تم في اورشليم او ما يسمونه العدو الصهيوني بذلك، هو ماراثون ليس تحت مظله هيئه دوليه او هيئه عالميه، ولكنه ماراثون سياحي تحت هذا المسمى، وكان رد على ماراثون القدس الاول الذي اقامه شعبنا واهلنا في فلسطين. يعني ما له جهه معنيه، ما له جهه تقاطع، هي جهه الدوله، ولكن قراراتنا الموجوده هي المقاطعه والارسال بتنفيذ ماراثون اذا تم في المستقبل في نفس التوقيت في بلادنا العربيه، ليكون رد عملي.